وإياكم شيخ أيضا. السلام عليكم ورحمة الله، هل القرعة تدخل في النرد يا شيخ؟ كيف؟ القرعة تدخل في هذا الموضوع ولا ما تدخل؟ الآن نقول الطريقة في القرعة كيف هي؟ القرعة التي كان النبي علمناها وكان يقرع بين نسائه بتكون بطرق. أول حاجة أن أكتب في ورقة اسمي واسم فضيلتك واسم فلان وفلان 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 وفلان، ثم نغلق هذه الأوراق ونرمي بها، ويأتي زيد من الناس يقوم يختار إيش؟ يختار ورقة، صحيح؟ صحيح. هي ما فيها شيء، هذه لا شيء فيها. لكن لماذا أنا أستخدم النرد في القرعة؟ إيش علاقة النرد بالقرعة؟ صحيح. إذن النرد جاي يجتنب تماما شيخنا، لأن هذا لعب. أيوة، النرد ده يجتنب تماما وتهلكه وتطمسه وتزيله، لا يدخل في قرعة ولا في شيء، لأن هذا يدخل من باب اللعب، فاللعب هيدخل، فلذلك يجتنب مثل هذا تماما أيها الكرام الفضلاء. وعندنا طريق أخرى لمسألة الاقتراع التي نحن نعلمها، في ورقة أو إنسان يضعها في قصاصة أو إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء اللي احنا نعرفها جميعا في طريقة الاقتراع الصحيح. أما النرد هذا يجتنب أحسن الله إليكم تماما لما فيه من شدة الوعيد التي مرت معنا من حديث بريدة ومن حديث أبي موسى رضي الله عنه صحابة أجمعين. نعم.